هي تتطور نتابعها بكل حيثياتها وبكل جزئياتها. القضية لا زالت أمام العدالة، نطالب من العدالة إنصاف وتطبيق مبدأ العدالة لكل المرتبطين بهذا الملف. عدد الملف هو 2092 على 2021، ونتمنى أن تجرى كل ظروف المحاكمة العادلة داخل هذه المحكمة، ولنا ثقتنا في القضاء، ولازلنا نتتبع هذا الملف، ولازلنا سنكون حاضرين في جميع الجلسات من أجل إفادة الرأي العام المحلي والوطني بكل جزئيات هذه القضية. ونشكر كل إخوة الإعلاميين على تتبعهم لهذه القضية المهمة التي تقيس وفي العمق الجامعة المغربية وخصوصا جامعة سطات ومصداقية شواهدها ودبلوماتها. وتحية، ما تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.